التقت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهنم جبريسيس في جنيف وفي بداية اللقاء اكدت سعادة الوزيرة اهتمام مملكة البحرين بمواصلة تنفيذ البرامج والخطط التنموية المشتركة مع منظمة الصحة العالمية مثمنة دور المنظمة المساند في العديد من القضايا ذات الأهمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. من جانبه اشاد المدير العام لمنظمه الصحه العالميه بجوده وكفاءه خدمه الرعايه الصحيه في مملكه البحرين منوها بدور مكتب منظمه الصحه العالميه للمملكه في تعزيز برامج العمل والاستراتيجيات الصحيه